حقيقيه. الجنوب هضاب العليا، انا صراحه كنت راح نروح ولايه من الولايات وما عارفينها لهنا. بعد الناس اتصلوا بيا قالوا يا ولدي ما راهو واش راح تدشن؟ ما كان ما تدشن فيها 20 سنه وما غالقين عليها، واش راح تدشن؟ اذا اضطريت ان اغير المسار والبرنامج نتاعي في زياره بعض الولايات داخل الوطن، لانهم ما عندهم والو. واش راح تدشن؟ راح تدشن متحف، راح تدشن اثار رومانيه، برمجوا لي اثار رومانيه باش ندشنها. قلت لهم انا راح نروحوا والاثار راهي باقيه الى يوم الدين. اذا نشوف يعني الاخطاء اللي رايت تندار.